انا عندي بيت نوف السلام ملكي، مصطفى عبده ده من البلد اللي منها المدام بتاعتي. اخر مره قابلته من فتره يمكن سنتين ونص حاجه زي كده في مناسبه في فارس، لان انا اصلا ماليش اختلاط بيه يعني. انا قابلته في المناسبه، ازيك يا مصطفى، ازيك يا ابو مؤمن، سلمني، ايه يا ابني ساكن فين؟ انا ساكن في السادات. فقال لي انا عايز اعمل عقد ايجار عندك بحيث ان انا اشتغل واكل عيش. قلت له حاضر يا مصطفى. عملت له عقد الايجار وكده، وخد عقد الايجار واتكل على الله، وهي اصلا الشقه ما تسكنش، انا كل ما فيها عملت الموضوع اني اكل عيش. اتضح الكلام ده يمكن بقاله بتاع سنتين ونص ثلاثه. انا قاعد ببص على التلفزيون، لقيت عنواني واسمي عنوان الارهابي مصطفى. فانا ما سكتش، قبل البرنامج ما يخلص اتجهت على اسم فيصل وقابلت رئيس مباحث وقابلت المعاون واتكلمت معاهم وقلت لهم الوضع كذا كذا كذا، والراجل ده مش ساكن عندي، الراجل ده انا خدمته بس ان انا اعمل له العقد عشان هو يشتغل. اولا يعني انا مش عارف ايه السبب ان هو يختار عنواني، الله اعلم بقى اذا كان بيموه او كده او كده، واخد بالك؟ وبعدين هو ليه اهلي في الفرز وليه قرايب في الفرز، طب اشمعنى مثلا جيتنا انا؟ واخد بالك؟ وبعدين اللي اعرفه ان هو ساكن في السادات، قرايبه في الفرز اكيد يعرفه، لان هو خد فتره ملتحي وكده يعني اكيد يعرفه، مفيش حاجه ما يعرفوش. وابوه كان يعرف ان ابنه ماشي في السكه دي، يا الا ما كانش مشاه من البلد. وبعدين هو حتى يعني انا لو ابني وعندي وماشي في الطريق ده، انا عن نفسي اسلمه مش اخليه. فمش عارف، طب انت عارف ابنك ماشي في سكه زي كده، ما تسلمه يغور في داهيه. احنا بنحب البلد، عايزين الدنيا تهدى، لكن شويه زي دول مخربين للاسف بيتعبونا وبيتعبوا الناس معاهم، وده مسكين بيموت اونطه وده بيموت اونطه، وربنا ينتقم منهم، حسب الله ونعم الوكيل فيهم.